نروح قطر ونشوف الاخبار هناك ايه من ناقدنا الرياضي الاستاذ عبد العزيز ابو حمر. استاذ عبد العزيز مساء الخير. مساء الخير استاذ عمرو، ومساء الخير على كل مشاهدينا من مصر ومن خارج مصر. اهلا بحضرتك. الاجواء عندك عامله ازاي دلوقتي؟ والله عمرو انت يعني مقدمتك دايما وكلامك الحلو بيحسسني انه انا ما عنديش حاجه حلوه تاني اقولها. لا بالعكس، ده يعني انت عندك كل انت عندك الحلو كله، ده انت اللي هناك. يعني شكوى رسميه، بس الحقيقه انت حطيتني انا كانك انت اللي متعايش الحدث، مقدمه جميله ووصف جميل. عموما خلينا بقى نخرج لاستاد لوسيل، وانا عايز اقول لحضرتك النهارده على مشهد انا صورته صوره كده، واحده ارجنتينيه بتعيط قبل المباراه. بتعيط ليه؟ التذكره بتاعتها ضاعت. كويس؟ فاضل على المباراه كام؟ فاضل نص ساعه. طبعا يعني ما بديش اعمل حاجه الحقيقه يعني، بس هي بتعيط. فانا اتكلمت معاها قلت لها طيب اعتبري ان التذكره بتاعتك دي ضاعت، وان انتوا هتفوزوا باللقب. ودخلت كملت طبعا ما قلتهاش تاني، لكن كملت. عايز اقول لك انه في حاله غير عاديه وتعاطف غير عادي مع الارجنتين، ويمكن احنا كل اللي قلناه في البرنامج المحترم ده من اول ما بدا كاس العالم كله اتحقق، وانا قاعد اضحك عشان انا مبسوط ان كل اللي قلناه اتحقق. مظبوط. الارجنتين كانوا حتى على عكس رغبتك او على عكس ما انت توقعت زي ما انت اللي قلت يعني البرازيل، لكن في تعاطف غير عادي هنا في الدوحه من قبل ما تبدا كاس العالم يوم 20. من قبل ما تبدا كاس العالم تشوف الناس ماشيه في الشارع، وانا يمكن وصفت لك الوصف ده. بعد ما بدا كاس العالم صحيح ان كانت الصدمه قدام المنتخب السعوديه، طبعا الصدمه الارجنتينيه، لكن بعد كده الارجنتين يعني تمسكوا ورجعوا، وميسي وحاله الميسي اللي موجوده، وبالمناسبه ميسي صرح انه مش هيعتزل دولي، صرح يعني مواقع ارجنتينيه، والخبر يعني بيتداول الان بشكل بيوصف بالعاجل، مع ان شيء غريب يعني، مع ان ده اكبر انجاز اعتقد ان ميسي كان ممكن بيحلم بيه، وده افضل وقت ممكن هو يعتزل فيه دولي. لا كمالة التصريح انه انا عايز العب وانا بطل. بيلعب وهو يعني انا عايز، هو بيقول يعني ان انا عايز العب وانا بطل. يلعب وهو بطل، عايز العب. يعني هو بقى الراجل اللي انت قلت بقى وجوتزا وحكيت الحكايه وقلبت عليه المواجع في 2014. فهو لعب 4 سنين وهو مكسور الحقيقه يعني سوري، 8 سنين يعني 8 سنين وهو مكسور. فهو يعني فكرته انه يلعب، وانا شايف صح. من وجهه نظري انا وحبته صغيره ومهاري يعني انا كان كله دايما بيقول انه هيعتزل، انا كنت بقول او يعني عندي قناعه انه طيب بعد الماتش ممكن يستمر. بعد الماتش الاجواء عامله ازاي، وجماهير الارجنتين عندك عامله ازاي، واحنا بنتكلم على اعداد ما يقرب من حوالي 50,000 ارجنتيني موجودين في الدوحه. انا هقول لك بقى، طبعا حاله الملعب كله كان مقلوب، والافراح استمرت في الملعب يمكن لمده ساعه بعد المباراه، وانتقل الجمهور كله في حاجه في منطقه اسمها درب لوسيل. درب لوسيل دي احد المناطق اللي هي المستحدثه او الجديده الحقيقه، ودرب لوسيل يعني انتقلت يمكن قيادات قطر بالكامل موجودين هناك، وبالتالي العالم كله راح درب لوسيل، وهناك تجري حاليا افراح وليالي ملاح بحضور الجماهير الارجنتينيه بالكامل. المنتخب الارجنتين وصل ايضا لاحد القنوات اللي موجوده هنا، لاحد البرامج على اساس ان يحتفلوا يعني. ركبوهم اتوبيس مكشوف؟ درب لوسيل. ركبوهم اتوبيس مكشوف ولا لا؟ لا لا لا، هم راحوا درب لوسيل عشان يحتفلوا مع الجماهير. في احتفالات النهارده يعني، الدوحه مش هتنام. جماهير الارجنتينيه اللي هي عددها كبير جدا 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 في الدوحه مش هيناموا. عدد المتعاطفين مع المنتخب الارجنتيني كبير جدا، المتعاطفين مع ميسي الحقيقه كبير جدا. كان النهارده وانا طالع كان في مجسم كبير قوي لميسي شايلاه الجماهير يعني لهذا اللاعب اللي عاش 8 سنين يعني
يعني زي ما بنقول كده خاطره مكسور، وفي نهايه المطاف بتبقى حلوه قوي لما تكون كبرت في السن صح، وثينجز باي اوف بالنسبه لك، الدنيا تزهزح معاك كده يعني، طبعا والحياه تتحرك معاك فتشعر بحاجه. لكن الحقيقه مونديال زي ما انت قلت، مونديال استثنائي، مونديال غير عادي، اجواء كره قدم، كره قدم حقيقيه هو الاعلى تهديفا. النهارده تغمض. ده انا هقول لك، انت لو سالتني بقى على 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 ارقام ميسي اقول لك، بس في المباراه عايز اقول لك لا، انا بتكلم المونديال ده هو الاعلى تهديفا، هو الاعلى تهديفا صح، 172 هدف مظبوط. طبعا الرقم القياسي اللي كان قبل كده كان 171 هدف، كان في كانت حصلت في نسختين، في فرنسا 98 171، وفي البرازيل 2014 كان 171. النهارده الحقيقه المونديال رغم ان محدش كان متوقع ده خالص، ليه؟ لان احنا قلنا بس في البرنامج ده هنا انه اعلى مونديال حقق تعادلات سلبيه لو تفتكر يا عمرو، وانه في المقابل انه مونديال روسيا كان فيه تعادل سلبي واحد، ولذلك ما حدش كان متوقع انه المونديال يحطم الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجله. ده النهارده لوحده سبت جواب في النهائي 172 100 او 6 اهداف النهائي. النهائي ده تغمض وتفتح تلاقي النتيجه اتغيرت، تغمض وتفتح تلاقي حاجه جديده في يعني صحيح. حاجه غريبه بجد يعني. انا نزلت شويه، كان عندي يعني نزلت شويه المؤتمر الصحفي، المركز الصحفي، حتى المركز الصحفي اثاره غير عاديه. طبعا المباراه دي، المونديال ده مبروك، المونديال ده مبروك الحقيقه. والحقيقه برضه عشان اتكلمت شويه برضه في حق البلد وفي حق قطر عمرو، واحنا وانا الحقيقه يعني بشكر مره ثانيه، بشكر برنامجك وبشكر الاعلام، وانا فخور بالاعلام المصري، مش بشكر الاعلام المصري، انا فخور بالاعلام المصري انه اعلام متواكب، اعلام متواكب مع كل عمل عربي بيضخ قيم مضافه للمجال اللي احنا بنشتغل فيه. احنا دلوقتي في الكوره بيضخ قيم مضافه لكره القدم. والحقيقه إن يعني خلينا نقول بقى على مستوى القاده اللي هنا، لا ده كان في تخطيط كويس، وبعدين دي اول حاله في تاريخ كره ربما في تاريخ كاس العالم اللي يكون يرتبط مونديال بنيشن بيلدينج بروسيس، بعمليه بناء دوله. يعني حضرتك لو رجعنا ورا شويه صغيرين، هم اعلنوا قطر اعلنت في فبراير 2009 البيدنج ان هم هيقدموا ملف لاستضافه كاس العالم، وفي 2010 كان التصويت ونجحوا. ال 12 سنه اللي فاتوا دول كانوا اصلا مرتبطين في اطار تخطيط انه مع كاس العالم، وانا بستعد لكاس العالم ابني البلد. يعني انت تشوف دلوقتي بص يعني الصوره مبهره يعني. النهارده شفنا استاد لوسيل، حاجه حقيقي عظيمه وحاجه جميله جدا، وشايفين التنظيم حاجه الحقيقه رائعه جدا، واللمسات الاخيره اللي حاصله فالحقيقه حاجه مشرفه وحاجه اسعدتنا جميعا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، النقد الرياضي الاستاذ عبد العزيز ابو حمر.